السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نهاركم مبروك، من الصباح مبروك. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم تيراميسو بمناسبه عيد المراه اليوم 8 مارس. ان شاء الله يعجبكم، وكنهدي لكم هذا التيراميسو للمراه وللام وللابنه وللاخت. ان شاء الله يعجبكم، ولا يعجبكم الفيديو ما تنساونيش اللايك والبارطاج مع العائله ديالكم. يلا دابا ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. خواتاتي هادو هما المقادير اللي عندي. عندي هنا كريمه الخفق، عندي هنا 600 غرام 600 ملي، عندي هذه جبن كريمي 200 غرام 200 غرام، عندي سكر غلاسي نحتاج منه 3 معالق على حسب الحلاوة، عندي هنايا القهوة سريعة الذوبان، هي القهوة عندك ديريها، عندي هنايا فاني باش نقسم، وعندي هاد البيسكويت، عندي هنايا 400 غرام انا ناقصه منه شويه 365، المهم داكشي اللي تحتاجني غاد نزيد خاصني نشتغل الترتيب هذا. غادي 400 غرام كل وحده فيها 100 غرام يلا ندوزو دابا للطريقه. دابا غنطلع هاد الكريمه ديالي، رفيتها درتها في الفريغو تقريبا ساعه ونص، حتى هذا فاش غادي ندير توك نديرها في الثلاجه. سمحوا لي على الصوت ديال لافادورا قدام. مع الثلجات شوية داز ليها الثلج، نطلع كل شيء في خاطر. حاجه ما تضيع. ها كريم، يعني هو كنت دايره في الفريغو، هاي برد باش تطلع لك الكريمه ما تجيبش تجيك مزيان. عندي واحد المعلقه ديال الفاني، تقريبا معلقه صغيره فاني السائلة، عندك الأخرى ديري. عندي السكر، كديري الحلاوة اللي بغيتي. ما عندي 3 معالق. دابا غادي نطلع
اللي دايره الطماطم. دابا كنجيب البلاطو اللي غنقدم فيه وكنجيب المول. هذا المول فيه 25 سنتيم كنديرو هنا. هادو الكيت تكونوا تحلو من هنايا. يمكن لما عندكش هذا الكيس كوك ما ديري الاخر العادي. عندك داك المربع ديري كتجي فيه زوينه. انا ما عنديش هذاك المربع، غنديرها في الدائري صافي. وكنجيب هذا البسكوي كنغطسو في هذا القهوه اللي درت. عليها كتسه نكملها كامل. هو داك المول، المول المربع ولا المستطيل تجي فيه زوينه. شوف هادي كنديرها هنا هي الاول، نسيت ما درتهاش في الاول. كتقطع العبار اللي يجي، وهذا اللي فيه السكر هو اللي كيكون على العبار. كنبقى بحال هكا حتى نكمل الدائره كامله من هنا وفي الوسط. دابا من بعد ما كملت التستفاد ديال اللوت والطريفات الصغيره باش تكملي بهم الفراغات اللي كيبقاو لك في الوسط، كنجيب الكريمه ديالي كنديرها هكا. هذا اللي عندك ديري، ما عندكش ما ديري غاب المعالقه، هذا غاب باش يجيك الكريمه متساويه. صافي دابا غندير ثاني تستيفه ثاني، تستيفه ثاني مكاينش كنديرو هنا. صافي كنبقاو نعمرو غير هنايا الوسط. غطس تصها وهزها. يعزز عليهم القهوة راه تجاوبهم هاد نكهة القهوة. بعد ما درت الكوش الثانية غادي نزيد عليها ثاني كريمه نفس الطريقه. صافي دابا كنقادها وندير الكوش الثالثه وصافي. بغيتو تخليو على هذا الحجم خليوه. دابا ندوز ثاني الكوش واش الاخرى كنجيبو دابا من فوق. صافي وكنبدا كنعمر في هذا بحال هكا تنكمل الدور ديالي. دابا درنا الكوش الثالثه، دابا غنديرو كريم الاخر كاع. بسم الله من الجنة وغادي نرجع معاكم اش غنديرو لها من الفوق. دابا غادي نسميها من الفوق. كنجيب هاد الشبكة وكنجيب سكر كلاصي وكاكاو. عندك الكاكاو المر لا كان عندك من الاحسن، مع غنديرو السكر. ما كانش عندك مع الحلاوه ديري كولاكاو اللي كيديروا الدراري في الحليب. انا خلطتهم بجوج، كان عندي كاكاو على شويه داك المر،
كنخلطو مع كولاكاو نتحلو. كنجيبو السكر هو الاول. قولي علاش كنديرو السكر هو الاول؟ باش داك الكاكاو ما يفزكش. اش غادي نجيب؟ غادي نجيب هذا كيعني الرمز ديال المرأة. نجيبه هنا هكا تزين. ديري ديري ما بغيتيش ديري ما ديريش بلاش. المهم انا مع عيد المرأة قالت لي بنتي ديري هادي، هذا اقتراح ديال بنتي. ان شاء الله يعجبكم الاقتراح ديال الكوثر. كنجيب هاد الكاكاو كنديرو من الفوق. كان عندكم كريمه شاط لكم بزاف كتزينوا بها من هنا فوق، تديروا كبيلات بيلات وكدير كتعطي حتى هي منظر زوين. صافي هو الكاغط راه توضر ليا، فنقلب عليه وريو ليا فين كاين. وريو ليا الكاغط فين كاين الزويقه. ها هي بانت ليا هنا ياك ياك. شكرا شكرا على المساعدة حبيبي. غادي دابا نقي هذا الشيء هنا ونرجع معكم باش نحيد هذه ولا غنحيدها دابا. اوكي يا بسم الله هاي يا ربي ما تخسرش. خوتي خوتي خواتاتي، هذا هو الشكل النهائي. روينة عرفت على روينة درت هنا درت فضيحة. كم حوايج طلعوا ليا سكر وكولاكاو معليش. عقبت مع خسرت ليا عقبت قديتها بالسكر من الجناب هكا باش تبان الرسمة. وهذا هو الشكل النهائي وان شاء الله تعجبكم. ولا عجبكم ما تنساونيش اللايك والبارطاج مع العائلة ديالكم صحابكم ومعز عليكم. وغادي نديرها في الثلاجة دابا، خاصة اللي درتيها في الصباح حتى الليل غادي تاكليها، ولا درتيها في الليل الغد عاد سميتو ضروري يدوزو على 8 السوايع باش ديك الكريمه ديالها تماسك. ومن اللي توجد غادي نرجع معاكم. يلا نخليكم تهلاو ما تمشيو فين اخواتاتي. ها هي من بعد ما دازو 8 السوايع 8 السوايع درتها في الصباح، ودابا راه العشيه هادي. دابا هادي هي الطارطة ديالنا تيراميسو اللي وجدت معاكم ان شاء الله يعجبكم. دابا نقطع معاكم واحد الطريف بسم الله. يا هادي ان شاء الله تكون باينه لكم. يا هادي تجي زوينه بنينه بديك القهوه وداك الفرماج. خوتي خواتاتي هذا هو اخر الفيديو ديالنا، نهايه الفيديو. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. اللي عجبكم ما تنساونيش في اللايك بارطاجي مع العائله ديالكم صحابكم ومعز عليكم. سنه سعيده، كل عام وانتم بخير ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. سلامه.